العاجلة التي ترد بشأن المفاوضات على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس حول هذه النقطة الحاسمة. ينضم إلينا من القدس مراسل العربي أحمد دروشة. إذن إسرائيل كاتس يتحدث عن نقطة حاسمة وفق ما نقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي، وإن كانت القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن عدم التقدم. أحمد، ما هي هذه النقطة التي يتحدث عنها وزير الخارجية الإسرائيلي؟ بالفعل محمد، وزير الخارجية الإسرائيلي لم يوضح ما هي النقطة التي كان يقصدها. هو قال إن المفاوضات للمرة الأولى منذ انطلاقها وصلت إلى مرحلة حاسمة، وإن إسرائيل إن تمكنت من اجتياز هذه النقطة الحاسمة فإن كمية كبيرة بتعبيره من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة ستعود إلى منازلها، لكنه في المقابل أيضا توعد باجتياح رفح في حال لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى. قال للإذاعة أنه في اللحظة التي ترون فيها الحرب تتقدم بسرعة باتجاه منطقة رفح، هذا يعني أن المفاوضات فشلت. لم يوضح ما الذي قصده. هذا التصريح أو التعبير المتفائل مخالف لما سربته إسرائيل خلال الساعة الأخيرة إلى وسائل إعلام إسرائيلية، عندما قالت أنه لم يتم إنجاز أي تحقق في أي تقدم في مفاوضات القاهرة. يبدو كاتس وكأنه يحاول أن يكرر ما كانت تفعله إسرائيل خلال الفترة الماضية، زرع الأمل عند الإسرائيليين ومن ثم تحميل حركة حماس مسؤولية أنها أحبطت هذا الأمل، أمل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى. حتى الآن لا توجد أي أنباء أو مصادر في إسرائيل تؤكد ما ذهب إليه وزير الخارجية الإسرائيلي، لكنه بالتأكيد هو عضو في الكابينت الأمني والسياسي قيادي في حزب الليكود وزير الخارجية، بالتالي قد يكون على اطلاع على بعض الملفات أو على جانب من جوانب المفاوضات الجارية حتى الآن. محمد؟ أحمد، لو أطلعتنا على الصلاحيات التي منحت للوفد المفاوض المتوجه إلى القاهرة، وكذلك ما الذي تقبل به إسرائيل في هذه المرحلة بناء على ما هو مطروح أمامها على الطاولة؟ هذه المرة تبدو الطريقة الإسرائيلية مختلفة عن المفاوضات السابقة محمد. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن مجلس الحرب الإسرائيلي قال للوفد المفاوض اذهبوا إلى القاهرة تفاوضوا هناك ومن ثم ارجعوا باتفاق تعتقدون أن حركة حماس يمكن أن توافق عليه لنناقش هذا الاتفاق. بمعنى أنه لم يحدد مجلس الحرب الإسرائيلي صلاحية الوفد المفاوض سلفا، لا تتطرقوا إلى هذا الموضوع ولا وتطرقوا إلى هذه المواضيع فقط، إنما اذهبوا إلى القاهرة، عودوا باتفاق تعتقدون أنتم والوسطاء أن حركة حماس ستوافق عليه، وبعد أن تعودوا بهذا الاتفاق سنخضعه للنقاش والتقدير وما كان ضمن صلاحيات الوفد المفاوض الإسرائيلي أو لا. هذه المرة الانطباع بأن هناك حاجة إلى أن يكون مقترح عيني، ومن ثم بعد هذا المقترح العيني أن يجري إبداء المفاوضات عليه، وهذا كان الموقف الأمريكي منذ مفاوضات باريس الأولى. موقف أمريكا وموقف الوسطاء كان أنه يجب التوصل إلى اتفاق، إلى إطار عام لتحديد هذه المفاوضات، لوضع إطار للمفاوضات، ومن ثم تجري حركة حماس تعديلات عليها أو يجري الاحتلال الإسرائيلي تعديلات عليه. لكن في نهاية المطاف كان هناك اتفاق إطار عام، وكانت إسرائيل ترفض معظم محددات هذا الإطار العام، وهي بالأساس عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي القطاع أولا، وثانيا إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. في البداية كانت حركة حماس تشترط إنهاء الحرب قبل بدء المفاوضات، قدمت تنازلات من أجل إثبات جديتها في هذه المفاوضات، وأصبحت الآن تشترط تهدئة ومن ثم وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في نهاية المفاوضات وفي ختام صفقة تبادل الأسرى كما فهم في وسائل إعلام إسرائيلية. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي بشكل عام، رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا بشكل خاص، يتعنتون في هذا الأمر، يرفضون أي تعهد بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي القطاع أو بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ختام صفقة تبادل الأسرى. لكن سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة خلال الساعات الماضية ربما يشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى سحب إنجازات من حركة حماس، أن يقول إنه انسحب من قلب المدن الفلسطينية لأن العمليات العسكرية انتهت هناك، بالتالي في محاولة لإبعاد هذا الملف عن المفاوضات يقول فعلت هذا الأمر دون تقديم تنازلات في المفاوضات، علما بأن مطالب حركة حماس الأساسية
ليس فقط الانسحاب من قلب المدن الفلسطينية، إنما الانسحاب أساسا من الشارع أو الطريق المعروفة بطريق نسترين وهي جنوبي مدينة غزة، لأن طالما بقي الاحتلال في هذه المنطقة فإنه سيتحكم وسيمنع بالأساس عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي القطاع. ساعات توصف بأنها حاسمة في إسرائيل وفي القاهرة، وترقب شديد، وكعادة الإسرائيليين التسريبات تكون كثيرة وغالبا متعارضة. محمد، شكرا لك. أحمد دراوشة مراسل العربي من القدس.